ثورة فبراير لتأمين انتقال سياسي سلمي، ونجحت في هذا الأمر بشهادة الداخل والخارج، وشاع مصطلح النموذج اليمني لحل موضوع الصراع على السلطة الذي بدأ يتفاقم في المنطقة. لنتذكر معا كيف تم اختيار رئيس توافقي وحكومة تعبر عن القوى السياسية المختلفة، وتأسيس مؤتمر حوار وطني شامل شارك فيه الجميع. توصل هذا المؤتمر لصيغة مقبولة لحفظ الدولة والمشاركة في السلطة والثروة، وتبع ذلك كتابة مسودة دستور اتحادي يحترم حقوق الناس والحريات العامة والتداول السلمي للسلطة، حيث كان من المتوقع أن يطرح هذه المسودة أن تطرح للاستفتاء الشعبي، ومن ثم يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بموجبها ينتقل اليمن من مرحلة الاستبداد ومرحلة المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والديمقراطية الحقيقية.